منطقة إصابة أراكنويد سبيس هي عبارة عن مساحة ضيقة نسبيا ممتلئة بالسوائل ومحيطة بالمخ والحبل الشوكي. هناك بعض المناطق المتسعة الموجودة في منطقة إصابة أراكنويد سبيس والتي توجد بشكل أساسي حول قاعدة المخ. هذه المناطق يطلق عليها اسم بيزل أو سبأراكنويد سيسترنس. كل سيسترن بيسمى طبقا لاسم التركيب المحاط به من تركيب الدماغ. أحد أكبر هذه الأحواض هو السيسترنا ماجنا والذي يقع في أسفل البوستيريور كورينيال فوسا. سيسترنا ماجنا محاط بالميدلا أوبلونجاتا والستريبيلار هيمسفيرز والأوكسيبتال بون، ومتصل بمنطقة السبأراكنويد سبيس الخاصة بالسباينال كانال. الحوض الثاني هو الانتربيدانكولار سيسترن والذي يقع بين السريبرال بيدانكلز اوف ذا ميدبرين ويتصل من اسفل مع البريبونتاين سيسترن. البريبونتاين سيسترن يقع امام واسفل البونز ويتصل من الجانبين مع السريبيلوبونتاين انجل سيسترن. السريبيلوبونتاين انجل سيسترن يقع في مكان اتصال البونز مع السريبيلم ويحتوي على تركيب مهمة تشمل الكرينيال نيرفيس الخامس والسابع والثامن والسوبيريور سريبيلر أرتري والأنتيريور إنفيريور سريبيلر أرتري. السيسترن الخامس والذي يسمى أمبيانت سيسترن يدور حول السطح الخارجي للميدبرين بحيث انه بيوصل ما بين الانتربيدانكولار سيسترن والكوادريجيمينال سيسترن. الكوادريجيمينال سيسترن يقع ما بين السبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزوم والسطح العلوي من السريبيلر خلف التيكتم اوف ذا ميدبرين او ما تسمى باسم الكوادريجيمينال بليت. فوق السله ترسيكا موجود السوبرا سيلر سيسترن او الكازماتيك سيسترن والذي يحتوي على الاوبتيك كازم والسيركل اوف ويلز